السلام عليكم. عدنا ان شاء الله غادي نقدم لكم قطبان ديال الدجاج اولا لدند على حسب. انا بالنسبه لي عندي دجاج الرومي قطعته مربعات، عندي بصله مشلطه صغيره، عندي الملحه، فلفله حمراء، عندي سكينجبير، الابزار، قزبر ومعدنوس، الزيت، شي شويه ديال الهريسه، والكراود ديال الدجاج اولا الكوري اللي كيبغي اللي ما عندوش يقدر ما يديروش. دابا غادي نخلط هاد العناصر كلها ونلتحق بكم. صافي انا خلطت كامل كلشي مع البصله كلشي. دابا غادي نخوي هاد لاصوص، هادي غادي نخويها فوق من هنا وغادي نخلط الكل ومن بعد نتلاقاو. هاني دابا درتهم فوق منهم، دابا غادي نخلطهم. صافي هنا خلطتهم مزيان. بالنسبه هاد الدجاج انا عندي كيلو هنايا، وبالنسبه لكم نتوما القياس اللي بغيتو على حسب عدد الافراد العائله. ودابا غادي نخليهم يشربوا مزيان مده واحد ساعه ولا ساعتين ولا حسب، يقدروا يباتوا حتى ليله. وبالنسبه ليا انا غادي نخدمهم من دابا واحد 4 ساعات. غادي نخليهم في الثلاجه، غادي نغطيهم ونخليهم حتى يشربوا مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في القطبان ديالهم وغادي ندخلهم للفران. صافي هنا من بعد ما خرجتهم من الثلاجه قضاو الوقت ديالهم الكافي. دابا غادي نحركهم مزيان ومن بعد غادي نعمرهم في القطبان. هاني حركتهم، دابا غادي نعمرهم. بالنسبه للعواد نصيحه مني انهم العواد مني كتشريهم ما تديروهمش مباشره في العافيه، يعني كتفزقوهم بالماء، كتخليهم راقدين في الماء مده، يعني باش كيمصوا ديك الرطوبه باش ما تيتحرقوش فاش كيكونوا كيتشواو. المهم دابا غنبدا على بركه الله نعمر. صافي هنا فاش درتهم كلهم في القطبان، دابا غادي ندوزوا للطياب. دابا هادو غادي ندخلهم للفران. غادي ناخذ واحد بلاطو لواحد المول، هندير فيه الماء باش الا قطروا ما يديروش الدخان، ومن بعد غادي نستفهم. هاد الماء اللي درت فيه باش يقطروا تما، دابا غادي نقبضهم غادي نستفهم كله بابطا بحال اللي كتشوفوني. نحطهم شويه حيت العواد قصار، غادي نستفهم كلهم هكذا وغادي نوريهم لكم. درت لهم شويه باش ما يطيحوش للداخل، هنا دابا غادي نستفهم. صافي دابا غادي نديهم نيشان الفران غادي يطيبو، من بعد غادي ندوزو لمرحله التقديم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كنخرجهم من الفران، راهم باقيين سخانين. صافي هكا كيجيو، من بعد ما كيجيو زوينين في الفران حسن وكيبقاو هشاش. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنقدموهم مع الخضر والخيار والكورنيشو، وبصحة وراحة. وما تنساوش شاركوني على القناة ديالي شهواتنا ديال الفاسية، وبصحتكم وراحتكم.